هذا الشهر أفلام سينما كارتون نتورك مليئة بالغموض والقوى الخارقة. دافي وصديقه ينطلقان في البحث عن أشباح في دافي داك ومطاردي الخرافة. أتشوبا كابرا المخيف يثير الرعب في سكوبيدو ووحوش المكسيك. فريق التايتنز يحارب عدوا قديما في أبطال التايتنز ومهمة طوكيو. والبحث والمطاردات مستمرة مع توم وجيري يقابلان شيرلوك هولمز. حان وقت فك الألغاز مع سينما كارتون نتورك. الخميس الساعة 2 بعد الظهر على كارتون نتورك بالعربية.